في مسيرة الغضب، شبان يهاجمون مركبات المستوطنين ويحطمون أجزاء من زجاجها. ومن على نقاط التماس مع الاحتلال كانت الرسالة للمستوطنين، وكانت تلبية نداء العاصمة ومسجدها المبارك. نصر للمسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وهذا المسجد الأقصى فهو خط أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني، وبالتالي لن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات. أكثر من 20 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق، حصيلة المواجهة مع قوات الاحتلال في مسيرة الغضب على المدخل الشمالي لمدينة البيري وفي محيط ما تسمى بمستوطنة بيت إيل. قوات الاحتلال نشرت جنود قناصتها في المحيط ودفعت بتعزيزاتها العسكرية للاعتداء والانتهاك، مشاهد لا يعرف سواها من احتلوا واغتصبوا. بعد 15 عاما على اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة، ما زال المشهد بالعدوان كما هو. المسجد الأقصى يستباح، وأيضا دم المواطنين يراق. واليوم يخرج شعبنا الفلسطيني متحديا الاحتلال وقراراته ليكون المسجد الأقصى النصرة والعنوان. القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية دعت إلى يوم غضب وإضراب تجاري أغلقت فيه المحال التجارية من الساعة 12 ظهرا حتى 2 بعد الظهر، نصرة للمسجد الأقصى المبارك. نؤكد في ظل ما تعرض له مدينة القدس من إجراءات من قبل هذا المحتل الغاصب أن القدس توحدنا وأننا سنبقى مع القدس. وتخلل الإضراب مسيرات شعبية رفع خلالها المشاركون علم فلسطين واليافطات والشعارات المنددة بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الأقصى من محاولات لطمسه على أيدي سلطات الاحتلال والمستوطنين. القدس وما يجري في ساحات المسجد الأقصى اليوم هي رسالة لكل الفلسطينيين، رسالة لكل الفلسطينيين أينما كانوا من رفح إلى جنين، أن القدس تستصرخ فلسطينيتنا، تستصرخ ولاءنا. الفعاليات الوطنية في مختلف المحافظات جاءت أيضا تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتأكيدا على أن السواعد ستبقى مرتفعة ضد الاحتلال وممارسات مستوطنيه. من مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.